الحدث الأهم اليوم اللي بانتظاره السوريين من مختلف بقاع الأرض هو مباراة اليوم بين المنتخب السوري والإيراني، وكلنا أمل بتحقيق الفوز اليوم على المنتخب الإيراني رغم صعوبة هالمباراة. وفي حالة حقق فوزنا اليوم نضمن تأهل أول مرة بتاريخ سوريا على مونديال كأس العالم 2018. تمنيات السوريين وحدة، وقلوبهم اليوم أكيد عم تنبض بدقة وحدة أملا منتظرا بلا فرحة كتير كبيرة. للإضاءة أكثر على لعبة اليوم بصرنا نرحب معنا بالإعلامي الرياضي عماد الأميري. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وصباح النصر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب اليوم تتكلل كل هالحملة الإعلامية وكل هالجهود اللي بذلوها اللاعبين والفريق على مدار أكثر من سنة بتأهل لكأس العالم. مثل ما قلتوا لأول مرة راح يكون فرحة كتير كبيرة، انتظرناها لسنين وسنين، يمكن من جربنا هالتجربة نعيشها على بعد 90 دقيقة من كأس العالم مرة واحدة بس سنة 85 وقت مونديال المكسيك. هلأ بعد 3 عقود كاملة تقريبا عم نرجع نعيش هاي التجربة، وجماهير سورية عم ترجع تعيش هاي التجربة، وإن شاء الله هالمرة تزبط معنا ونقدر نتأهل لكأس العالم إن شاء الله يا رب. يعني المنتخب الإيراني هو يمكن المنتخب الأسري الوحيد بكأس العالم. خلينا نحكي عن الأرقام النهائية للتصفيات النهائية للمنتخب الإيراني. طبعا المنتخب الإيراني أكد مثل ما دخلت القرعة كأفضل منتخب في آسيا، ما زال عم بيأكد هذا الشيء من خلال أرقامه من خلال نتائجه بالدور الأدوار النهائية للتصفيات. حتى الآن خاض 9 مباريات، ما خسر ولا مباراة، ما تلقت شباكه أي هدف، سجل رقم قياسي بالمحافظة على نظافة شباكه ب 1108 دقائق، حطم رقم نيوزيلندا اللي سجلته بتصفيات مونديال 82. منتخب صحيح ما سجل أهداف كتير، سجلت 8 أهداف ب9 مباريات، لكن برهن من خلال المباريات اللي خاضها داخل وخارج أرضه على أنه منتخب تصعب هزيمته، منتخب يصعب التسجيل، بل حتى يصعب أنه نخلق فرص على مرمى كل الخصوم. ما عم بحكي عن منتخبنا، كل الخصوم واجهوا صعوبة كتير كبيرة أمام منتخب إيران. ما بيعتمد على نجم بحد ذاته وإنما منظومة لعب كاملة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. على هذا الأساس منتخب إيراني رح يكون خصم كتير كبير. صحيح هو ضمن تأهله، لكن بالتأكيد المباراة حابب أنه ينهي التصفيات مو بخسارة، حابب ينهيها بانتصار، وهذا الشيء كان واضح من خلال صحافتهم وتصريحاتهم اللي كانت خلال الأيام الماضية. نعم، إيران ما رح تلعب بالفريق الأساسي صحيح؟ يعني في بعض اللاعبين ما رح يكونوا موجودين، لكن ما في مشكلة بتصور بهذا الموضوع عندهم يعني. نعم، خلينا نحكي عن يمكن أهم الأسماء. يمكن قلت من شوي أنه ما في لاعب واحد النظر بس عليه، ولكن الجميع. خلينا نحكي عن أبرز أسماء اللعيبة الإيرانية اللي رح يكونوا مشاركين اليوم بالمباراة واللي بيعتبروا واللي يعتبروا مفاتيح القوة. يعني بالتأكيد ممكن نبدأ من حراسة المرمى علي رضا بيرواند، هذا الحارس اللي 11 مباراة بالتصفيات ما تسجل فيه أي هدف ب 990 دقيقة، لاعب أساسي بكل المباريات بالدور النهائي عدا مباراة الذهاب أمام سوريا. كمان في عنا أصفهان أو ناصري لاعب خط الدفاع، في عنا ديغان صانع الألعاب، وهذا لاعب بكل الفئات العمرية لمنتخب ألمانيا، لكن قرر بالنهاية أنه يمثل إيران، هو بيحمل جنسية مزدوجة، فهذا بيأرجينا أنه قديش لاعب مهم، لأنه كان ممكن يكون ضمن منتخب ألمانيا للرجال. وأيضا سردار أزمون لاعب محترف في باتي بوريسوف البيلاروسي. بالتأكيد في بعض الغيابات اللي انحسمت بالنسبة لمنتخب إيران، إما لحرمانات أو بسبب الطرد بالمباراة الماضية أمام كوريا، أو حرمانات بسبب مشاركته للاعبين الإيرانيين شاركوا بمباراة ضمن الدوري الأوروبي تجاوزوا فيها الخطوط الحمراء الإيرانية، لذلك تم حرمانه من المباراة. في بعض الغيابات، لكن مثل ما قلت المنتخب الإيراني منو منتخب أسماء، منو منتخب نجوم، بعكس المنتخبات الإيرانية السابقة لما كنا نلعب معه، يعني كنا نشوف أسماء حافظينها لسه أكثر من المنتخب الإيراني الحالي. لما نقول على علي دائي، كريم باقري، خددة عزيزي، مهدي مادافيكيا، أسماء انطبعت بأذهان الملايين يعني وحفظوها العالم، لكن حاليا المنتخب الإيراني ما عنده هالنجوم المشهورين كتير بقدر ما عنده منظومة عمل ومنظومة لعب، وهي هو يعني أسلوب كرة القدم الحديثة حاليا، ما بتعتمد على النجم الواحد، تعتمد على منظومة عمل كاملة. نجوم. أكيد. طب خلينا نحكي عن المدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش، كمان اسم كبير بعالم كرة القدم، قد عمل استقرار وجوده أيضا بالمنتخب الإيراني؟ طبعا كارلوس كيروش هو قاد منتخب البرتغال للشباب إلى بطولة كأس العالم مرتين، فاز معهم بلقب كأس العالم مرتين
89 وال91 هن البطولتين اللي شاركنا فيهم بالمناسبة كمنتخب سوريا للشباب. بعدين تدرج، هو كان مساعد لأليكس فيركسون بمانشستر يونايتد، درب ريال مدريد لعام واحد مع فريق الجالاكتيكوس لما كانوا الفريق النجوم المشهور بال2003 وما نجح معهم. بالعام 2011 بعد عدة تجارب مع الأندية الأوروبية وأيضا الخليجية تحول لتدريب منتخب إيران، تغير معه منتخب إيران بشكل كامل رغم كل الصعوبات اللي واجهها، وكان دائما في صدمات بينه وبين اتحاد كرة الإيراني، لكن قدر يحول المنتخب الإيراني لقوة آسيوية كبيرة. منتخب إيران من 4-5 سنين ما خسر قدام أي منتخب آسيوي، حتى لما شارك ببطولة آسيا الأخيرة طلع بضربات الجزاء، وضربات الجزاء لا تعتبر خسارة في نهاية الأمر. إذن منتخب إيران ما رح يكون سهل أبدا مواجهته، وكل هذا الشيء اللي عم نشوفه، النجاح المنتخب الإيراني واللي تصنيفه تقريبا تجاوز 20 على العالم وكان له مشاركة بكأس العالم الماضية، كله هذا هو من شغل كارلوس كيروش. بالمناسبة إيران عم تتأهل لكأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة بتاريخها، لذلك هن شايفين فرحة كبيرة كتير بالنسبة لهم، وما رايدين أنه المباراة الأخيرة تكون يعني بعد كل اللي اشتغلوا يختموها بهزيمة، لذلك المباراة اليوم صعبة، مباراة اليوم رح تكون صعبة كتير. البعض معتقد أنه ممكن تكون مباراة سهلة لأنه إيران ضمن تأهلها، ممكن بسبب العلاقات أنه ممكن يكون في ترتيب للمباراة. وبالمناسبة هذا الحكي انطرح بكل المؤتمرات الصحفية مع كارلوس كيروش مع أيمن الحكيم مبارح، الصحفيين كانوا عم بيسألوا أنه في شيء ترتيب للمباراة، في شيء ممكن يكون في اتفاق بين الفريقين للمباراة، فكل المدربين أكد على أنه هذا الكلام يعني عاري عن الصحة، ما في شيء من هذا الأساس، والحديث عنه هو يعني فيه نوع من التقزيم لجهود منتخب سوريا ومنتخب إيران بنفس الوقت. صحيح. خلينا نحكي يمكن عن الصحافة الإيرانية خاصة وعن الصحافة العالمية بالعموم، كيف تداولت الموضوع؟ يعني يمكن هلأ ذكرت كان في مؤتمرات صحفية وكان في تصاريح، ولكن أيضا كان في الصحافة يمكن ما رحمتها لهي اللعبة، يمكن عم نشوف من وقت فوز المنتخب السوري على قطر إلى الآن الصحافة عم تكتب، والصحافة الإيرانية والعالمية أيضا، كيف تداولوا الموضوع؟ بالنسبة للصحافة الإيرانية الغريب أنه كان في نوع من التجيش خليني أقول للمباراة، رغم أنه المنتخب الإيراني متأهل، رغم أنه المباراة عمليا بعرف كرة القدم هي ما بتعني له شيء، لكن مع ذلك الصحافة الإيرانية كتير ركزت على مسألة الثأر من مباراة الذهاب. نحن تعادلنا 0-0 ذهابا بمباراة كانت الأرضية فيها طينية لا تصلح للعب كرة القدم، وكان فيها بعض المشادات بين اللاعبين. يعني رغم أنه تأهلوا المنتخب الإيراني، لكن على سبيل المثال كارلوس كيروش وقائد المنتخب الإيراني إلا الآن عم بيذكروا بمباراة الذهاب واللي صار فيها، وعم بيأكدوا أنه هاي المباراة هي ثأر لمباراة الذهاب، هاي المباراة لحتى يكون منتخب إيران فعلا واضح أنه قادر يربح منتخب سوريا. هذا التركيز وهذا رفع الهمم الإعلامية كان مستغرب نوعا ما بمباراة تعتبر لا أهمية إلا بالنسبة لمنتخب إيران، لكن هذا بيأكد لنا أنه الثقافة الكروية اللي بتتمتع فيها الكرة القدم الإيرانية اللي بتفصل كل شيء عن بعضه هي الرياضة، وبنفس الوقت بدهم منتخبهم دائما عم بيفوز. كارلوس كيروش أكد بآخر مؤتمر صحفي أنه رح يعتبر الاستعداد إلى كأس العالم بداية من هاي المباراة، ويعتبرها مباراة وكأنها هي في نهائيات كأس العالم. بالنسبة للصحافة العالمية الحقيقة منتخب سوريا فرض نفسه على الصحافة العالمية بشكل كبير، نحن دخلنا التصفيات أو القرعة الدور النهائي وتصنيفنا 118 عالميا وفي المستوى السادس مع تايلاند. الآن منتخب سوريا ينافس على بطاقة تأهل مباشر، ما في منتخب بتاريخ كأس العالم دخل قرعة بتصنيف سادس وينافس في الجولة الأخيرة على بطاقة تأهل. بدنا دائما نتذكر المعاناة اللي كان عم يعانيها منتخب سوريا، المعاناة اللي كان عم يعانيها اللاعبين، أنه ما في منتخب بالعالم لعب كل مبارياته خارج ميدانه إذا استثنينا العراق، لكن العراق كان عم بيلعب بالبلدان العربية لما تأهل سنة 86، عم بيلعب بالإمارات، عم بيلعب بقطر، نحن عم نلعب على بعد آلاف الكيلومترات من سوريا، يعني لذلك لما منشوف أنه ممكن يلتقى 100 مشجع سوري فقط بأحسن الأحوال عم نلعب بماليزيا، نحن في أجواء بعيدة حتى عن أجواءنا اللي نحن بنعرفها بمنطقة بلاد الشام أو منطقة الوطن العربي هون. على هذا الأساس هذا بيرجينا قديش كان إعجاز اللي حققه منتخبنا حتى الآن وإنجاز كبير، وهذا فرض نفسه على الصحافة العالمية، فرض نفسه أنه الكل يحكي على نسور القاسيون، الكل يحكي على هذا المنتخب والحكاية اللي ممكن تروى لأجيال لاحقة، حكاية جميلة عشناها مع هذا المنتخب إن شاء الله. خلينا نروح نشوف توقعات وأمال الشارع السورية كمان مع زميلتنا هالة السعدي ونرجع من طابعها.
الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي منتخبنا هو وحده يجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده يجمعنا على نفس الكلمة. المنتخب السوري اكيد بتمنى له يكون اسمه اشهر من نار على العلم وين ما راح. الله يربحه وبتنتصر سوريا كلها على كل العالم يا رب. ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بيرفعوا راسنا بيتاهلوا للكاس العالم 2018. ان شاء الله يفوز يا رب اكيد. والله الله محيينه وعم نتمنى له النجاح اليوم قبل بكره. فايزين ان شاء الله. ان شاء الله من الفايزين باذن الله. ان شاء الله فايز باذن الله. الله يجعله من الرابحين ويوفقه. ان شاء الله يا رب يكون من الفائزين يا رب بكل وقت يا رب. ان شاء الله أملنا في منتخبنا كبير وأسيا نحن من كبارا. إن شاء الله يفوز بإذن الله. بتمنى له أكيد إنه يا ريت هيك يربح ونحن كلياتنا والله معهم. بتمنى له التوفيق والفوز ويحقق آماله بإذن الله. طبعا بنتمنى له الفوز لمنتخبنا وبنتمنى له التوفيق إن شاء الله وللأعلى. إن شاء الله فوز منتخبنا بإذن الله. النصر إلنا وبشكل دائم إن شاء الله تحقيق الفوز بشكل دائم. يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة. يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة. منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة. أكيد هالحماسة يلي شفناه يمكن بعيون السوريين والكلمات الرائعة يلي نقلوا لنا إياها ومحبتهم وتشجيعهم لأبطال منتخبنا، كمان هذا الشيء يمكن جسد على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. صار في يمكن هاشتاجات خاصة بالمنتخب، صار في حملات كتير حلوة، صار في كلمات كتير رائعة. يعني عن جد على الفيسبوك هيك بتحس دمعتك فورا بدها تنزل، أدمانهم متحمسين، أدماننا مشتاقين، أدمانهم حاطين أملهم بالمنتخب. هاي الحملة على الفيسبوك وهيك قديش بتعطي الأمل للعيبة وقديش يمكن كلمات القلب بتوصل للقلب مباشرة؟ طبعا مواقع التواصل الاجتماعي اشتغلت بشكل كتير كبير خلال الفترة الماضية لدعم منتخبنا من خلال الفيديوهات اللي كانت عم تنحط، الأغاني والتطبيقات اللي عم يعملوها مع الهاشتاجات اللي كانت موجودة، وكلها وصلت أكيد للاعبتنا اللي هن حاسين بهالشيء. وبالتأكيد لاعبي منتخبنا هن اللي فرضوا أيضا هاي الحالة. نحن من زمان كنا دائما نقول منتخبنا لما بيدخل على المباراة إن شاء الله تضل 0-0 لبين ما ناخد 1-0، وإذا أكلنا أول جول خلصت المباراة حتى لو أكلنا بالدقيقة الأولى. لكن تغيرت هاي الثقافة بفضل مجهود اللاعبين اللي قدموه بهاي التصفيات. منتخبنا أعطانا الثقة، أعطى الجماهير كلها ثقة بأنه نحن قادرين نوصل لكأس العالم. هذا الشيء تجسد من خلال هالحملات اللي عم نحكي عليها، تجسد من خلال هالتفاؤل الكبير اللي موجود الآن عند الشارع السوري بأنه، وشفنا بعض الآراء، أنه إحنا رايحين نربح بطهران، رايحين نتأهل ونقتلع بطاقة التأهل من المنتخب الإيراني لنكون نرافقه لمونديال روسيا. هذا كله بفضل جهود اللاعبين، بفضل النتائج اللي حققوها. نعم. يعني كنت عم تحكي لنا على قوة المنتخب الإيراني أيضا، وأنه هو منتخب لا يستهان به، ما أنه منتخب عادي. المباراة حتكون قوية، شو توقعاتك اليوم للعبة؟ ومن خلال أيضا السوريين اللي عم تشوفنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قالت ليا، اليوم الساعة 4 الصبح شو بتقلن اليوم؟ طبعا نحن قوة المنتخب الإيراني بس لحتى نضل مثل ما بيقولوا رجلينا على الأرض، لحتى نكون واقعيين، ما نطير كتير بأحلامنا لحتى ما تكون الصدمة ممكن تكون كبيرة. هذا الشيء لأنه بيذكرني بمباراة قطر الذهاب لما كتير كان التفاؤل وكتير كان التجيش الإعلامي باتجاه الفوز على منتخب قطر، وبالأخير لما خسرنا كانت الزعلة كبيرة كتير. نحن اللي عملناه حتى الآن مهما كانت النتيجة بمباراة اليوم واللي بنتمناها تكون لصالحنا، مهما كانت نحن فخورين كتير بهذا المنتخب، فخورين كتير بلاعبتنا. نحن موجودين بكأس آسيا على الأقل اللي راح تقام بالإمارات سنة 2019 من خلال هاي التصفيات، وإن شاء الله بنكون موجودين بالمونديال. التوقعات بالتأكيد
اليوم ما رح نطلع زعلانين بإذن الله. إذا ما كان بطاقة تأهل مباشر فعلى الأقل إن شاء الله رح نكون بالملحق. كتير خدمتنا بعض النتائج، نحن طبعا ساعدنا حالنا لكن النتائج أيضا خدمتنا، والكتير مهم أنه كوريا وأوزبكستان اللي حيلعب مع بعض بتشقند الاثنين منهم مأمنين تأهلهم والاثنين بحاجة للمباراة، ممكن أيضا نتيجة هالمباراة تصب بصالحنا، ممكن التعادل مع إيران يكفينا لأنه نتأهل، حتى الخسارة ممكن تكون مساعدة لنا أو يعني ما تطلعنا برا. لذلك احتمالاتنا كبيرة، احتمالات التأهل للملحق على الأقل كبيرة كتير. إن شاء الله اليوم نحجز بطاقة تأهل مباشرة وما بنفوت بالمشوار الطويل أو النفق الطويل تبع الملحق، لأنه مشوار رح يكون يعني مرهق للأعصاب ومرهق أيضا لكل الجماهير السورية. إن شاء الله اليوم نحسم بطاقة تأهل، وإذا ما حسمناها فنحن فخورين بكل شيء قدموه لاعيبتنا. إن شاء الله يا رب، أكيد دعواتنا دائما إن شاء الله منربح اليوم. أستاذ عماد، يمكن كمان الصحافة السورية إلى أثر كتير كبير، يعني ما بدنا ننسى الظروف الصعبة اللي نحن مرقنا فيها ومنتخبنا أيضا مرق فيها، إن كان يمكن ماديا أو تدريبيا أو على جميع الأصعدة. كيف اليوم الصحافة السورية عم تتعامل مع الموضوع؟ كيف عم يمكن تنقد ولكن بطريقة شوي هيك سلسة، كمان ما بدها تكون جارحة بنقدة؟ برجع بأكد أنه منتخبنا بالبدايات وقت دخل التصفيات حتى الإعلام المحلي ما كان عنده ثقة بأنه هذا المنتخب قادر ضمن الظروف اللي هو محاط فيها قادر انه يعمل نتائج او قادر انه يحقق هالنتائج. اللي عم نشهده بالاونه الاخيره وخصوصا وقت بلشت مرحله الاياب للتصفيات، الاعلام السوري بدا يثق فعلا، بدا ياجل بعض الملفات لانه ما بده يعمل اي زعزعه داخل الفريق. وخلال العشرة ايام الاخيره من وقت مباراه قطر لحد اليوم عم نشوف حملة إعلامية كبيرة من كل وسائل الإعلام السوري المسموعة والمقروءة وحتى المرئية، عم نشوف هذا الاهتمام الكبير اللي موجود، وبصراحة هذا بدعينا لحتى بركي منتخبنا بيكون هو الداعم لإنشاء قناة رياضية سورية، أخيرا هي حلم كتير للسوريين. عم نشوف كيف اهتمام كل قنواتنا الفضائية، لكن لابد من أنه يكون لسوريا قناة رياضية تعطي حيز أكبر لرياضتنا لمنتخباتنا لفرقنا، لأنه هي فعلا تستحق هذا الحيز، عنا إنجازات كتير تستحق أنه نبرزها بشكل يومي. أكيد كمان أكيد حضرتك قريت تصريحات أعضاء المنتخب السوري، وشو أثر فيك أكتر شيء؟ كلمة أقسمنا على الفوز، أقسمنا على التأهل، اللاعبين كلهم والكادر التدريبي والبعثة كلها على قلب واحد، كلهم نازلين لحتى يسعدوا الجماهير السورية، هن جايين ليفرحوا الشعب السوري قبل ما يفرحوا حالهم، قبل ما يقولوا نحن عملنا إنجاز وأصحاب إنجاز، ما عم بيحكوا عن حالهم، عم بيحكوا عن الشعب السوري، عم بيحكوا عن الفرحة اللي بدهم يدخلوها لقلوب الشعب السوري. هذا الشيء بيخلينا نتأكد أنه هن نازلين يبذلوا كل جهد بكل طاقتهم بالملعب، اللي كان دائما مستحيل بالنسبة لنا، الملعب اللي بيخوف أكبر منتخبات العالم، مو منتخبات أسيوية، أكبر منتخبات العالم تجي على ملعب أزادي اللي بيكون فيه 100,000 مشجع ومعروفين بأنه بيشجعوا بحماس كتير كبير بملعب أزادي، لعيبتنا مصممين أنه هذا الملعب اليوم تسكت المدرجات عليه ويكون فيه بس حناجر سورية عم تصدح فيه، وإن شاء الله هذا الحكي يكون يزبط بالأخير، لأن احنا الفرحة هاي اشتقنا لها وبحاجتها من زمان، ورجالنا قد إن شاء الله بالتصفيات. إن شاء الله يا رب. في تكتيك محدد رح يلعب في المنتخب، عندكم فكرة طبعاً بهذا التكتيك؟ أو يعني المدرب أيمن الحكيم هو أقرب للمنتخب وهو أقرب ليلعب، أنا ما بحب أدخل بالأمور الفنية كتير لأنه في إلى أهل اختصاص فيها، لكن بعتقد من حيث المبدأ لازم نعرف نتعامل مع المباراة كتير، قلبنا بطهران وعيننا على طشقند على المباراة الثانية شو عم بيصير فيها، كمان النتيجة هنيك بتفرق كتير بتكتيك اللي ممكن نلعب فيه. يعني بمجرد أنه أوزبكستان تكون متقدمة على كوريا الجنوبية فهذا بيخلينا أنه نحن لازم نهاجم ونسجل، بتمنى كتير أنه نسجل الهدف الأول، نحن مو المنتخب الإيراني، نحطه بتجربة ما عاش بكل التصفيات لأنه هو ما أكل جوال بالدور النهائي، فهو ما عاش أنه يكون متأخر بالنتيجة، هو دائما كان عم بيتقدم أو النتيجة عم بتكون تعادل، اليوم بركي منحطه بهالتجربة الجديدة ومنضغطه، والمنتخب الإيراني إذا عرفنا نلعب معه بسرعة وحطيناه تحت الضغط ممكن نسجل بمرمى. كتير ننتبه على الأمور الدفاعية لأن المنتخب الإيراني عنده حلول كتيرة، إذا بدنا نحكي ولو بشكل بسيط فنيا بيقدر يلعب عن طريق الأجنحة بشكل كتير منيح، الضربات الثابتة كتير متميز فيها، أطوال لاعبي وبنيان جسماني
قوي كتير. بدنا ننتبه لأنه بمباراتنا مع قطر شفنا بعض الركنيات ما عم بتكون من نصيب دفاعاتنا، عم بيقدروا اللعيبة كان القطرية يوصلوا للكرة برأسهم ويهددوا مرمانا، لولا العالمة كان تصدى لأكثر من كرة. هذا الموضوع إذا تكرر مع منتخب إيران رح يكون مشكلة كبيرة. نعم يعني بنتمنى فعلا يكون النصر حليف منتخبنا السوري، ومثل ما قلت تكون هاي المباراة تاريخية وتتأهل لكأس العالم. وشكرا كثير لوجودك ولكل المعلومات اللي عطيتنا إياها. شكرا كثير لكم، وان شاء الله اليوم يعني بعد كم ساعة، ما ضل غير كم ساعة ان شاء الله بنفرح كلياتنا والزغاريد بتطلع وفرحة وطن بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أكيد شكرا كتير أستاذ عماد، ويمكن موفقين، حتى الصحافة يمكن اليوم تنور إقلامها بالفرحة. شكرا كتير لك. شكرا كتير. شكرا.